مرحبا عزيزي برج الأسد، أشوف إنك يا برج الأسد عندك Page of Pentacles أو أميرة الخماسيات، الخماسي الصغير، أصغر الخماسيات الموجودة، وأيضا معاه خمس الخماسيات وسبع الخماسيات. حاليا أنت احتمال أن ترى نفسك في مرحلة جديدة، واثق من نفسك، ابتديت شيء بسيط، احتمال تجارة، عمل جديد، دراسة معينة، هي بداية بسيطة لك ولكن جدا مثمرة، جدا أنت سعيد فيها لحد الآن، كل تأثيراتها جيدة عليك، ولكن احتمال أنك غير مستعد أن تخاطر بهذه السعادة اللي أنت حين تجدها، المتعة اللي في حياتك والراحة اللي تلاقيها، عشان تسمح للشريك بأن يكون موجود معك، بأن تدخله فعلا في حياتك، لأن أراك في السابق خسرت الكثير، عندك سبع الخماسيات، طاقة الاستثمار الذي لم يثمر لحد الآن. هذا الشخص ينظر إلى ما زرعه ويسأل نفسه، هل يجب أن أرحل؟ هل يجب أن أخذ ما بقي لدي وأذهب أزرعها في مكان ثاني؟ عندك طاقة تردد بخصوص هذه العلاقة مع الشريك، وإن كنت تظهر له بأن كل شيء على ما يرام، تحمل بيدك الخماسي الصغير الذي يظهر أن كل شيء على ما يرام في حياتك، كل التغييرات الإيجابية قاعدة تحصل عندك، ولكن أنت لحد الآن ما تعافيت من خسارة في علاقة سابقة حدثت لك في المستقبل، احتمال يكون مع شريك سابق، زواج سابق، نتج عنه أطفال، ولكن نتجت عنه أهم شيء بالنسبة لك خسارة لاستقرارك. كنت مستقر في السابق واستثمرت الكثير في علاقتك السابقة، ممكن مع هذا الشريك، ممكن مع شخص ثاني، أتوقع أنه مع شخص ثاني، ولن تنجح، فخسرت الكثير، وحاليا لا تريد أن تمر بنفس التجربة، كأنك قاعد تقول أريد أن أسلم على ما عندي، وإن كان بسيط، وإن كان ليس في نظر الكل أن هذا الشيء مهم، ولكن بالنسبة لي أخرج وأظل على هذا الحال، أوكي، أفضل من أني أستثمر مرة ثانية، أتعب على نفسي وأبني مع شخص أو مع شريك من جديد، وأيضا أريد أخسر، كأنما تخاف أن يتكرر عندك الماضي. عندك أيضا خمس الخماسيات، قاعد تقارن نفسك في هاي الفترة بأشخاص ثانيين، قاعد دائما تنظر إلى الأشخاص المحيطين حولك أنهم نجحوا أكثر منك، أسسوا اللي يريدون تأسيسه أسرع منك، دائما تقارن نجاحك بنجاحاتهم وتحس أن أنت الأسوأ على صعيدك إما العاطفي وإما العملي. ففي وضعك هذا ما يسمح لك، لأن حاليا لحد الآن أنت أحسك كركب، لحين ما ثبتت عندك الطاقة، عندك طاقة فردية سبعة وخمسة وأيضا واحد، لحد الآن الطاقة عندك لم تثبت، تفضل أن تبقى لوحدك، هاي مشكلتك أتوقع مع الشريك، تريد دائما، برج الأسد يحب أن يكون مستقل في التعامل مع مشاكله، نادرا يطلب المساعدة أو النصيحة أو حتى يشتكي، لا يشتكي، أنت تريد أن تتعامل مع اللي حدث معك في الماضي وتبعاته ونتائجه، وحتى إذا كان لك احتمال ديون خرجت بها من هاي العلاقة، أو أطفال، أو خسارة، خسرت وقتك الثمين، سنين من عمرك خسرتها، تفضل أن تعالجه مع نفسك بدون مساعدة أي شخص، بدون قيادة، أفضل لك، تحس أنت أن أفضل لك من أن يأتي شخص ويكركب حياتك، وحتى إن كانت الأشخاص اللي حولك نيتهم صافية، أنت حاليا لا أرى أنك تطلب أو تقبل مساعدة أي حد، الشريك عندك تقريبا هو فاهم وضعك ويريد أن يدخل حياتك ويساعدك، أنت طاقة الأكواب، طاقة الماء، المشاعر، الشفاء، يريد أن يشفي، يعرف جيدا عند ملك الأكواب علمه عميق بمدى سوء الوضع اللي مريت فيه أنت بالسابق، سواء العلاقة السابقة كانت مع هذا الشخص أو غيره، هو يعلم بمدى تأثيره النفسي عليك والخذلان
الذي سبب لك، يعلم أيضا أن بالنسبة لك الطاقة الفردية هي طاقة صعب أنك تثق حاليا، يعلم أن صعب أنك تثق فيه أو في غيره، ولكن قاعد يحاول لأن عنده سبعة الأغصان، قاعد يحاول بأكثر من طريقة في أكثر في من مناسبة أن يبين لك، يبرهن لك أنه موجود في حياتك من أجل البقاء. يعني السبعة يقابلها سبعة، أنت السبعة تبعك تحس فيها بخسارة، هو السبعة تبعه يحس أن يريد أن يحارب من أجلك ومن أجل العلاقة، أو على الأقل أن يغير تفكيرك بخصوص الارتباط، بخصوصه هو يريد أن يغير نظرتك فيه، لأن وراء هذا الجانب لديه أيضا ستة أكواب. هذا الشخص كثير التفكير فيك لدرجة أنه يعتل همك، يعني هو احتمال أنه ليس لديه هموم كثر همومك، ويختار أن يعيش ويفكر دائما في همومك أنت، يشيل همك بشكل جدا كبير. لا تفارق مخيلته، احتمال لأنك أشوفك تصده حتى إن كنت موجود معه من ناحية المشاعر، أنت تصده لأنك تحس بعدم ثقة، عدم اكتفاء، ليس لدي ما يكفي من أجل أن أعطي علاقة جديدة أو العلاقة الحالية. فلا تحس أنك قوي وثابت في وضعك، الخماسي الذي لديك صغير، هذا الشخص أكثر ثقة، ملك الأكواب، احتمال أنك تتعامل مع شخص من الأبراج المائية، السرطان، العقرب، ولكن كأنما هذا الشخص يريد أن، يعني كأنه قاعد يدعوك من الستة إلى السبعة. انتقال هذا يبين لأن هذا الشخص يريد أن يريك شيء، جانب ثاني من الحياة. أنت كأنما طاقتك هنا صايرة سوداوية، رأيت الجانب السيء من الناس، رأيت الجانب الفاشل من العلاقات، هو يريد أن يريك الجانب اللامع المشرق من العلاقات، يريد يراويك أن في حب، في ارتباط، في ناس عندها وفاء، في ناس عندها قدرة على أنها تستمر في العطاء لفترة طويلة. يعني هو قاعد يحاول يفهمك أنه موجود في العلاقة من أجل البقاء لفترة طويلة، الملك لا يتغير حاله بين يوم وليلة. فإذا أنت كنت منفصل عنه، هو جدا كثير التفكير فيك هذه الفترة، ومستعد في أي لحظة، ينتظر منك فقط أصغر إشارة أن يرجع ويحارب من أجلك. سبعة الأغصان، احتمال حتى أنه مستعد أنه يواجهك أنت شخصيا، يعني يحارب من أجلك أو يحاربك أنت، المهم أنه يحارب، المهم أنه يثبت لك أنه هو هنا من أجل البقاء، أنه يعني حتى لو كانت شيء منه غصب، ولكن يريد أن يجبرك حتى أن تفتح لديه أبواب قلبك، مصر، ولكن ينتظر منك أبسط إشارة، ينتظر منك بصيص أمل. وإن كان لا يبين لك مشاعره، لأن دائما الملك يكون مستقر أكثر في طاقته، إن كان لا يبين لك مشاعره فهو جدا جدا يهتم فيك. ما لدينا في المنتصف؟ لدينا ثلاثة الأغصان، لدينا كارتك أنت يا برج الأسد، كارت القوة، لدينا ملكة الخماسيات، احتمال أن الشخص الثالث من الأبراج الترابية أو أيضا الأبراج النارية. الشخص الثالث احتمال أنه يعلم بوجودك، لأن طاقته عبارة عن رد على وضعك، كأنه يأخذ كل وضع من أوضاعك مع الشريك ويعكسها من أجل أن يعرض نفسه على الشريك، يقول له أنا لست مثل برج الأسد، أنا عكس شريكك اللي من برج الأسد، كيف؟ أنا إنسان جدا مستقر، أنا إنسان قوي، أنا إنسان هادئ، ما عندي مشاكل داخلية، ما عندي مشاكل مع نفسي، مرتاح، دائما أتوقع الأفضل من الحياة، ما عندي خذلان،
وايضا لن اطلب منك ان تعطيني اي خماسيات، انت هني في طاقتك تحتاج الى الخماسيات يا برج الاسد، تفتقر اليها، الى الاستقرار. هذا الشخص كانه يقول لشريكك انا بطبعي مستقر، انا وضعي جدا مرتاح، فكانما قاعد يقول له احسن لك تختارني. احتمال هذا الشخص ايضا من الماضي، لان عندنا ملك وملكه. احتمال شخص كان مرتبط في الشريك، الطرف الثالث كان مرتبط في الشريك وقت من الاوقات قبل ان تدخل انت، انت الجديد يتهيأ لي، او ممكن يكون الزوج السابق، ولكن ما اشوف انه في اي ابناء. يمكن اذا في فقط ابن واحد من الزواج السابق لشريكك، ولكن ما اتوقع. هذا الشخص يعتز بكونه مراعي، لان شنو قاعد يقول؟ كانما انت يا برج الاسد راح تحتاج من هذا الشريك ان يستثمر فيك على حسب وضعك الحالي. مو شرط يستثمر اموال، لا، يستثمر عطاء، يثبت اليك وجهة نظر، يحارب من اجلك. هذا الشخص كانما يقدم نفسه على طبق ذهبي ويقول له انا راح اتقبلك كما انت، ما راح تكون في مشاكل او تعقيدات مع حياتنا مع بعض. ليش؟ احنا مناسبين لبعض، ملك وملكة، حتى وان كانوا من عناصر مختلفة في مستوى من التناسب والتكافؤ بينهم. احتمال حتى الاوضاع المعيشية، هذا الشخص يقول لا، ممكن اي شيء تكون عبارة عن جدال ونقاش بينهم، يقول لا انا مثلا ليس لدي اطفال من زواج سابق، ليس لدي هموم من زواج سابق، ليس لدي، انا اعزب وانا مستعد. فكأنما حتى وان كان شريكك شديد الحب لك، ولكن ابتعادك عنه في هذا الوقت قاعد يعطي فرصة لهذا الشخص، وقاعد يستغلها، قاعد يحوم حوله، كأنه واثق. ايضا عنده ثلاث الاغصان، كأنه واثق من ان الامور في النهاية راح ترجع معه. ايضا اشوف عنده كرت القوة، كرت التلاعب، بما معناته احتمال انه حتى ايضا يكون شخص انت تعرفه على مستوى شخصي، انت تعرفه ولكن لا تعرف انه يحوم حول الشريك، او لحد الان لم تتسنى لك الفرصة ان تكتشف نواياه. موجود هذا الشخص، موجود في محيطكم انتوا الاثنين مشتركين، والدليل الطاقة المشتركة تبع برج الأسد، الطاقة النارية موجودة عنده. احتمال انه يلبس رداء في بعض الأوقات يسخن في حياتك انت يا برج الأسد، يحسسك بالسوء عن حياتك انت، يسخن حياتك ويستعرض ما لديه، فانت تقوم تقارن. خمس خماسيات هي طاقة المقارنة، قاعد تقارن نفسك به كصديق، احتمال يكون صديق، اخ، اخت، لا اعلم، ولكن صديق يأتي لك في بعض الأحيان يحسسك بالسوء عندما يستعرض نفسه أمامك ونجاحاته وإلى ما وصل إليه. ولكن افهم جيدا أنه هو مهما وصل إليه لحد الآن لديك فرصة، لحد الآن لم يصل إلى قلب هذا الشخص. هذا الشخص لحد الآن الشريك أو الحبيب متعلق فيك. إلى أين ستذهب هاي العلاقة؟ بيدك أنت. هل ستظل تحس أن أنت ما عندك كفاية، لست كفاية من أجل هذا الشخص، لست كفؤ ومساوي لهذا الحبيب؟ هل ستظل تحس أن هذا الشخص فعلا أفضل منك؟ أيضا كرت ثلاثة الأغصان، واحد، ثلاثة، خمسة، سبعة، كله يبين لي أن كأنما الأحداث اللي راح تصير راح تكون تسلسلية مثل الدومينو، واحد يسقط يسقطون من بعد الباقي، فكن حذر. ردة فعلك في هاي الفترة الأولى المهمة تجاه هذا الشريك هي اللي راح تأخذ مسار هذه العلاقة. إما أنتوا الشريك تكونون مع بعض، وإما راح تأخذه بكل بساطة تضعه على طبق ذهبي عشان يستلمه الطرف الثالث. هو يعرف نفسه أن الطرف الثالث عنده كرت الثلاثة، وقابل وقانع،
يعني تخيل وضع أسوأ من وضعك بكثير، مقتنع وراضي أن يكون طرف ثالث وقاعد يعمل على نفسه، وأنت الشريك الاختيار الأساسي لهذا الشخص، ولحد الآن غير مقتنع. ولكن احذر، لأن أحس مثل ما خبرتك أن هذا الشخص يقدر يوصل إلى محيطك وإلى محيطه، احتمال أنك تعرفه من محيط العمل، محيط الدراسة، ولكن ما لا تعرف عنه هو وجوده أيضا في محيط الشريك. مثل ما نقول يلعب على الحبلين، راح أسحب لك كرت تبع المفاجأة، المفاجأة المخبأة، برج الأسد، The Altar Priestess Preparation Prayer Sacred Ritual. بالعادة هاي العالمة، هذا الكرت خليط من كرت الساحر اللي عند الطاولة ولديه كل الأدوات ليخلق ما يريد، وأيضا كرت العالمة The High Priestess. بالنسبة لي يجمع بين الطاقتين، وهذه هي طاقة هذا الشخص. هذا الشخص في الخفاء قاعد يعمل احتمال مو بس الكثير من الحيل. في سبب شدني ان هذا الشخص جدا هادئ، واثق ثقة عمياء انه هو راح يكون مع شريكك، ليس فقط لانه هو اجدر او متكافئ او واثق بنفسه، لا لا لا، قاعد يعمل حيل. احتمال انه قاعد يحاول يسوي نوع من انواع السحر، نوع من انواع التفريق، ولكن هذا كله باطل. لماذا؟ لأن وراءه كرت الاجتماع أو اللقاء المقدس، The Sacred Union. أنت مكتوب لك تكون مع هذا الشخص، هذا الشخص فعلا أحسه يعرف قدرك، ولكن بسحر، بعمل ساحر أو بدون، إذا أنت اخترت أن تجعل هذا الشخص يحصل على ما يريد، أن تبعد، كل ما عليك أن تفعله أن تبعد الشريك عنك، فهو سيحصل عليه، سينجح، خططه ستنجح. ولكن إذا قررت أنك تأخذ التحكم بيدك وصير عندك الكنترول وترجع ثقتك بنفسك، ثقتك أصلاً مو بس بنفسك حتى وكانت موجودة، ثقتك بالحب، ثقتك بالشريك لازم ترجع، ثقتك أن في جانب مشرق للعلاقات، في ناس منيحين لحد الآن، هو اللي راح يوصلك للسعادة مع الشريك، وراح يبطل عمل الساحر.